فإذا كلنا بنعرف إنه our world is full of different types of plants، يعني العالم اللي نحن العالم اللي عايشين فيه متلان بالنباتات، بكل أنواع النباتات المختلفة. اليوم حناخد عن trees, shrubs and herbs. اليوم حناخد عن كيف نقسم هول النباتات حسب السايز، يعني هنعمل classification للبلانتس according to their size. هنقسم النباتات حسب حجمها، يعني النباتات اللي عندها stem وعندها طول كتير 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 طويلة حيكون اسمها trees. النباتات البلانتس اللي عندهم medium size حيكون اسمها shrubs، والنباتات اللي بيكون عندها small size حيكون اسمها herbs. يعني النبتة الكتير كبيرة مثل ما شايفين هون بالرسمة، عم نشوف انه هيدي البلانت عندها سايز كتير كبير حيكون اسمها تري، شجرة. كلنا بس نطلع على الشجرة بنقول هيدي شجرة، واضحة الشجرة انها كبيرة، بينما الشراب حيكون عندها ميديوم سايز. وهون عندنا هرب مثل حشيشة حيكون بتكون عندها small size. فإذا بشو عم يختلفوا هول البلانتس؟ هول البلانتس عم يختلفوا بالسايز، عم يختلفوا بالحجم. فإذا نحن عم نعمل classification، عم نقسم النباتات البلانتس according to their size، حسب السايز اللي إلهم. فإذا عم نعمل classification للبلانتس حسب السايز اللي إلهم. هون عندنا عشب، العشب هو هيرب لأنه كتير صغير. المنت، النعنع، كمان النعنع كتير صغير حيكون هو هيرب. القمح كمان كتير صغير حيكون شو؟ هيرب. هلأ حنشوف بالكتاب ونعمل كلاسيفيكيشن. فإذا بدي أول شي من ريان الشامي، لو سمحت تقرأي لي الكويشن 1. يلا. List the three types of plants according to their size. Trees, shrubs, herbs. فإذا عم نقسم النباتات حسب طولهم، كم إذا بدنا نعددهم كم نوع بيطلع عنا؟ three types: trees, shrubs and herbs. طيب زهرة كمان لو سمحت تعدين لك question one. List the three types of plants according to their size. Trees, shrubs, herbs. Herbs. طيب شكرا يا زهرة. هلأ حنفتح أنا وياكم على البيج 97. اوكي، في فيجر 2، بدنا نقسم هولي البلانتس حسب السايز تبعهم، يعني مين هي التري، مين هي الشراب، مين هي الهرب. زياد، باين، سنوبر اللي شايفها هون، هل هي تري، شراب او هرب؟ تري. تري واضحة. عندها big size أو small size أو medium size؟ كيف size تبعها؟ الحجم تبعها؟ big, small أو medium؟ أي زياد؟ عندها big size ولا small size ولا medium size؟ الحجم تبعها كبير أو صغير أو متوسط؟ big. أوكي شكرا زياد. زينب، أوليندر، شفتيها وينه؟ أوليندر تاني وحدة. Is it a tree, shrub or herb? Herbs. Herb؟ لا، الأوليندر هيدي اللي بيطلع لها ورود. Tree. ولا تري، اللي بيزرعوها بالشارع، عرفتوها وين؟ قدام شجرة النخلة هيك بالطريق بالنص بيزرعوها. It is a shrub. اوكي فهمتوا هيدي شو هي الأوليندر؟ ما بتكبر مثل الشجرة، يعني منلاقي في قدامها نخلة كتير كبيرة وهي بالنص، مش بالنص، بالربع كمان.
عرفتوها؟ اي وحده اللي بتكون بالشارع بالنص هي. استاذ انا هلا فتات يا والله، علينا، تعرف انه في حصه تانية. استغفر الله العظيم. فاذا اوليندر هي بزرعوها بالنص، اوكي. بالطريق يعني، اذا في عنا شارعين بالنص هيك بحطوا نخله طويله، واوليندر هول تقريبا عندهم ميديوم سايز. فاذا رجعي عادي لنا يا زينب لو سمحتي. الاوليندر از ات تري شراب اور هيرب؟ شرابس. اوكي، ما بتصير قد البنايه، بتطول بتكبر بالنص يعني، يا دوب توصل للاول. اوكي شكرا يا زينب. هلا سولوف. نعم استاذ. كاستر، تالت رسمة، تالت بيكتشر. Is it a tree, shrub or herb? herb. لا، عرفتيها اي هي الكاستر؟ موجودة بنلاقيها بالبرية، هي wild plant. شفتيها كيف شكلها؟ كمان هي مثلها مثل الاوليندر، عندها medium size. شو بتكون؟ شرب. اوكي، فاذا عم بتقدروا انتو انه التري كيف ليكو، كيف الستام تبع الغصن تبع اللي بيكبر، شفتوا كيف عريض؟ كتير عريض التري بيكون، بينما الشراب بيكون رفيع والهرب بتكون رفيعة كتير كتير كتير. عرفتوا شو معنى ستام؟ هيدا الستام، اخدينه بصف الرابع التالت. الستام هيدا هو. اوكي، وين الستام حيكون؟ هو كتير كتير كبير بالتريز، بعدين صغير او وسط بالشراب، وكتير صغير بالهرب. فاذا ليكو الكاستر ما عندها اياها عريضة مثل التري، فبتكون شو؟ شراب. ريان الشامي، قلتي انت؟ يا أستاذ قلت طيب زهرة، قلتي؟ عبد الله الدماسي. نعم أستاذ. اوكي، الفاين از ات ا تري شراب اور هيرب؟ تري اولياندر. اولياندر تري شراب او هيرب؟ شربز. اوكي، وكاستر از ات ا تري اور شراب؟ شربز. اوكي شكرا يا عبودي. عليا. نعم استاذ. اوكي، البلان تري، شفتي هذا البلان تري؟ واضح شو اسمها، هي تري ولا شراب ولا او هيرب؟ هيرب. هي هي بلانت تري، هيدي كلها هي عشب. ايه تري. تري. اوكي شكرا يا عليا. لانا. نعم استاذ. البلانت تري از ات ا تري شراب اور هيرب؟ ايه تري. اوكي، هل عندها بيكون السايز الحجم تبعها بيج سمول او ميديوم؟ كيف بيكون السايز تبعها، كبير او صغير او وسط للتري؟ ميديوم. شجرة بيكون حجمها ميديوم ولا كبير؟ كبير كبير. سوري. يعني بيج سايز. اوكي شكرا يا لانا. لين الخطيب. نعم استاذ. المالو، شفت المالو الخبيزة اللي بتطلع بالبرية؟ المالو از ات ا تري، هل هي شجرة؟ هي الخبيزة شجرة؟ مالو از ات تري شراب اور هيرب؟ ايه تري. تري الخبايزة، تري شجرة الخبايزة.
شايفين الخبايزة قبل بمرة ولا لأ يا شباب صبايا؟ ايه هل هي استاذ انا شايفه هرب عشب هيك يا دوب يا دوب يا دوب يوصلوا لركبتنا. طيب فاذا المالو المالو شو بتكون؟ تري شرب او هرب؟ هرب عشب. اينولا شفتوا وين الاينولا؟ ليكم اصغر شو بتكون كمان؟ هلا دور. اوكي محمد سكيفي اينولا شو بتكون؟ هرب. اوكي شكرا يا محمد. مصطفى خزعل نعم. اوكي شفت هيدي النبته بالبيج الثانيه مش 97 اي 98. في عنا فيجر موجود ب 98 بس دي هلا شوف اي فيجر افتحوا على 98. اوكي فيجر 3 اول نبته فوق اول بلانت اسمها اوك. شفتها وينها محطوطه هون؟ از ات لا is it a tree shrub or herb? tree. tree. برافو يا مصطفى خليك معي. بروم tree shrub or herb؟ اكيد منا herb لك لانه طويل شوي ومنا tree. tree هيدي لا شرب. طيب الباين سنوبر تري شرب اور هيرب؟ تري. برافو يا مصطفى. ملاك شكرا يا مصطفى. ملاك نعم استاذ. ثايم زعتر نعم استاذ. زعتر هل هو تري؟ زعتر تري شجرة؟ لكن شرب اور هيرب؟ شرب او هيرب؟ الزعتر بيطول بيطول منيح ولا عشب هو من انه من الهول؟ لا ما بيطول الزعتر هرب بدله قصير. هرب هرب. اوليندر قلنا هي مثلها مثل مين؟ شراب متوسط لانه عنده. طيب السدر الارز تري بلان تري شو بتكون؟ تري تري. اوكي وليد وليد المنت النعنع هير. برافو يا وليد. اينولا طيب الخبيزة قلنا شو بتكون كمان؟ هرب. برافو والله وليد نمبر 1 وليد كتير كتير منيح. طيب ليكو صوروا اعملوا سكرين شوت لهولي لحتى تكتبون للأسئلة. اوكي ماشي الحال صورتوهم؟ استاذ انا صورتها. لا يا استاذ يلا صوروها. صورتوها؟ اوكي هلا هون صوروا هيدي. ماشي بس هول هن الاسئله. هلا هول ما تصورون مش ضروري. هون فاذا كنا عم نشوف كيف البلانتس عملنا له كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذير سايز. الصغيره هي هرب عندها سمول سايز. الشراب هي عندها ميديوم سايز والتري عندها بيج سايز. فاذا التري هي اكبر وحده بعدين الشراب واصغر وحده هي الهرب. هلا بيبعتوا لك هن على الهيدا هلا حافتح الفيديو. Our word is
واشرحوا. هلا في كتير اشخاص ما حيشوفون لانه الانترنت بيكون ضعيف عندهم، اوكي؟ بس انا حاشرح قد ما فيني. Our world is full of different types of plants. Let's learn about the classification of plants according to the stem or size. فإذا نحن عم نقول إنه الورد تبعنا، العالم تبعنا مثلين بين نباتات، أوكي؟ حنعمل نقسم النباتات حسب حجمهم، يعني نحن عم نقسم النباتات حسب شو يا محمد سكيفي؟ حسب شو عم نقسم حجمهم؟ حسب شو؟ حسب حجمهم، أوكي؟ Tall plants with strong and thick stems are called trees. فإذا التريز عندهم شفتوا قديش بيكون ضخم الستام تبعهم؟ بيكون هيك عريض يعني الستامز تبعهم thick. شفتوا كيف؟ For example, mango tree. مثل شجرة المانجا. Coconut tree. اوكي. Limo tree. Neem tree. كل التريز بيكونوا شجر. انتوا اول ما تطلعوا بشجره ما بتبين معكم انه هي شجره؟ بتبين دغري، بتبين لانه بتطول وبتصير طويله. فاذا نحن عم نقسم البلانتس حسب السايز تبعيتها. And banyan tree. Plants like lilac, hibiscus, and golden shower. هول الثلاثة اللي عم اقولهم هلا انا بالفيديو، اوكي؟ اذا بنطلع فيهم هول ثلاثتهم هن شرابز، يعني منن تريز، منن شجر، هن شرابز، اوكي؟ are of medium size. So they are called shrubs. والصغار بيكونوا شو؟ Wild plants like grass, مثل الحشيش هول اللي بالأرض، wheat, القمح، mint, النعنع and coriander. هول هن which are of small size are called herbs.